هاي جلسة انتخاب رئيس على قد محترمة، هرج ومرج وكذا، بتحس يعني مثل آخر نهار بالسنة بالترمينال المدرسة، وبعدين هيك تقليد باهت مدري كيف. يعني إذا جلسة 2008 هي جورج وصوف، انتخابات 2016 هي جورج الراسي. هذا كان لحد ما طلع اسم ميريام كلينك على واحدة من الأوراق، وهونيك تغيرت الوجوه وصاروا مزبوط أصحاب السعادة. وتنتأكد أكثر من السعادة اللي بالمجلس، جبنا أخصائيين تيكشفوا شو الأحاديث اللي كانت بين النواب. ملغات، مشيل عون، مشيل عون، مشيل عون. مشيل عون. ميريام كليغ، مرقة بلغات. تهززت؟ صدر بقوة قشطة. مين هاي؟ دعست على قلبي. بدي بوسك. بدي تستوزك. انت واحد كعكع. وقفوا لي القصص اللي عم تعملوه تحت الطاولة. وصعب حيلك سمون. اكل. معقول وطوا صوت ولو شوفي ولو عادي وليد في شيء على شعرك ميشيل عون 83 مبروك هذا كله من ورا ميريام هيك مجلسنا بينتخب رئيس